من على المقهى، نحاول دائما على المقهى أن نستضيف المبادرات الإيجابية. في هذه الفقرة سنتحدث عن مبادرة استخراج المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية. هي كانت موجودة من قبل ولكن بكميات قليلة، من أسبوعين فقط الكمية زادت بشكل يعني يستحق أن نسلط الضوء عليه، مع دكتور أحمد حجازي الأستاذ هيئة الطاقة الذرية وصاحب هذه المبادرة. أهلا بحضرتك. فهمنا إيه بالضبط المبادرة، وقبل بس ما اسمع من حضرتك الاجابه انوه انه لدى المقهى ايميل خاص لاستقبال كل المبادرات وكل الافكار، ولدينا ايضا صفحه خاصه على الفيسبوك. دكتور احمد، احنا ما عندناش اكتر من الشمس لكنها مش مستخدمه بالشكل المطلوب، انت استخدمتها ازاي؟ والله هي الفكره موجوده من زمان، يعني احنا بدينا الفكره عندنا في الطاقه الذريه من سنه 96، بس كانت كميات السيستم اللي بيستخدم سيستم صغير، يعني بيطلع 50-60 متر في اليوم، كانت كلها تجارب، كلها افكار جديده. وبعدين ابتدت العمليه تتطور وابتدت العمليه تتحسن وابتدت التكنولوجيا تزيد، لحد ما دلوقتي قدرنا الحمد لله من اسبوعين في الصحراء الغربيه عندنا نعمل حاجه زي بنسميه نبع صناعي. بقت الميه بتطلع لوحدها من تحت الارض طول النهار لوحدها بدون صوت، بدون اي استخدام اي نوع من انواع الوقود، تشتغل لوحدها. حاجه جميله جدا، حاجه ظريفه، بالناس حتى عشرات بل مئات الناس راحوا اتفرجوا عليها ومبسوطين قوي من حجم المايه. يمكن انتوا عندكم الفيديو هتعرضوه، احنا هنعرض الفيديو دلوقتي. فيديو جميل جدا، وكانت لحظه فارقه في حياتي انا شخصيا، ان انا اقعد 18 سنه بشتغل في حاجه زي كده واخيرا شفتها بالحجم ده، حجم ممكن نستصلح بيه الاراضي في اي نقطه في مصر. اي نقطه في مصر ممكن دلوقتي ما دام في ميه ان شاء الله دي هتبقى فاتحه برضه لابحاث جديده والشغل جديد ان شاء الله. طب قول لنا كده المواطن هيستفيد منها. احنا دلوقتي بنعرض على الشاشه زي ما انت شايف هذه اللحظات، يعني المواطن بقى هيستفيد ازاي؟ اكيد اكيد احنا حاسين كلنا بالمشكله اللي فيها مصر، لان المواطن ده دلوقتي بتتقطع عليه الكهرباء، بتتقطع عليه الميه، يعني عايش حياه مع انه عنده موارد مش مستغله، لانه ما فيش افكار زي افكار حضرتك بتستغل اللي احنا عندنا اللي عندنا وتعمل بيه حاجه. هو بس الاول خلينا اشيد بالناس اللي غمرت وقدرت تعمل الفكره ديت في الصحراء واستدعوني ان انا اكون مستشار ليهم عشان اشتغل الشغل ده. طبعا ده يعني مغامره كانت مش محسوبه في الاول، لكن اعتقد انها دلوقتي بقت مغامره محسوبه. اعتقد ان كل فلاح في مصر دلوقتي عنده مشكله في السولار، بيروح طبعا. الناس بتوع سينا بيعيطوا بيقولوا لي احنا عشان نعدي جيركن جاز اشغل بيه المكنه بتاعتي على الطريق المعديه مثلا، المعديات اللي موجوده في قناه السويس، العساكر بتمنحهم تقول لهم ده نوع من تهريب الجاز، ياخدوا منهم الجاز او ممكن حتى يسجنوهم يعني. فتخيلي حضرتك المعاناه بتاعت اي فلاح في مصر طولها وعرضها. الناس بتتصل بيا من كل مكان في مصر، من اول سينا لحد الصعيد، من كل مكان بيقولوا لي الحقنا. وطبعا ما زال برضو المشكله ان السيستم دوت ما زالت تكلفته مرتفعه على المواطن البسيط. ازاي بقى؟ لان دي خلايا شمسيه بنستوردها. يعني دي خلايا شمسيه احنا بنستوردها من بره، احنا ما عندناش امكانيات تصنيع. صحيح قريب اعتقد ان وزير الصناعه وقع في سبيله انه يوقع عقد كبير قوي مع شركه المانيه اسمها اكس سولار، اعتقد هيبتدوا يصنعوا الخلايا دي بتكاليف وصلت 2.6 مليار دولار. يعني ايه خلايا شمسيه؟ يعني ايه خلايا شمسيه؟ يعني عباره عن نوع من انواع اكسيد السيليكون اللي بيستخرج على فكره من مصر برضو، من اماكن محدده في مصر، وبيسافر لكل انحاء العالم في صوره تراب، بيرجعوا هم يعملوا له تصنيع ويعمل عباره عن مكون كيميائي يمتص ضوء الشمس بالفوتونات اللي جايه من الشمس ويحولها لكهرباء مباشره. واعتقد انها موجوده دلوقتي في جميع انحاء العالم ما عدا مصر، طبعا استخدامها محدود للغايه للاسف يعني. طيب وبالتالي احنا نقدر نقول ازاي الناس بقى هتستفيد اذا كانت تكلفه هذا السيستم غالي؟ هي الحمد لله التكلفه طبعا انخفضت بشكل كبير جدا في الخمس سنين اللي فاتوا، لان ابتدت الدول كتير في العالم. بس حضرتك لسه قايلنا برضه لسه مرتفعه. ما زالت مرتفعه، هي ما زالت مرتفعه. عشان كده احنا الفكر اللي احنا عايزينه ان الدوله بدل ما هي بتدعم الفلاح في انها بتدي له السولار، والسولار دوت مدعوم اوريدي حوالي 6 اضعاف المفروض ثمنه، 6 اضعاف ثمنه الموجود، انا اخد الدعم دوت لمده مثلا 3 او 4 سنين واديه له في صوره كريدت في البنك ان هو يقدر يشتري السيستم دوت وادفعه له بالتقسيط. وبالتالي انا كدوله بعد 3 سنوات بشيل عن كاهلي هذا مثلا
هذا القطاع خالص، القطاع الزراعي ده هشيله عن كاهلي تماما. طب اوصف لي كده السيستم ده، يعني انا هروح اشتري السيستم ايه شكله ايه ده؟ هو عباره زي ما احنا شايفين في الصور كده، عباره عن خلايا شمسيه بتتركب بزاويه معينه مع اشعه الشمس عشان تاخد اكبر كميه، بتطلع كهرباء اسمها بسماها كهرباء دايركت كارنت، وبالتالي اجيب مهندس عشان يركبها لي بقى صح في الاتجاه. بيبقى في ناس متخصصين بييجوا بيركبوا النظام دوت وبيقدروا يطلعوا الكهرباء، وبتتحسب كويس جدا على حسب كميات المايه اللي انا عايزها. يعني مثلا الفلاح دوت لما يكون عايز يزرع نوع معين من انواع الزراعات في الارض بتاعته، فانا بعمل كميه المايه، بحسب له كميه المايه بالظبط اللي هو عايزها، واقدر اعمل سايزنج لكميه نوع الترومبه اللي هتشتغل، وسايزنج لنوع الخلايا الشمسيه، وبالتالي بامن له كميه المايه اللي هو عايزها بالظبط، وخصوصا في اسوء الاوقات في السنه اللي هي اوقات الصيف اللي هي بتبقى اعلى ارتفاع او اكتر كميه مايه بيحتاجها النبات. معلش نبسط برضو الامور، ازاي الجهاز ده لما يتحط هيطلع ميه؟ لا مش هيطلع ميه، هو خلايا شمسيه بتطلع كهرباء. هتطلع كهرباء وبعدين؟ والكهرباء دي انا بحولها لكهرباء تنفع تشتغل مع ترومبه كهرباء عاديه. والترومبه دي هي اللي هتطلع الميه؟ الترومبه بقى هي اللي هتطلع الميه. كده كان الاول كان بيجيب مولد بيشتغل بالديزل يولد الكهرباء ويطلع الميه ويشغل الترومبه، هي نفس. هو دلوقتي مش محتاج الديزل ده لان احنا ما عندناش سولار اصلا. 25 سنه بتقعد تطلع الكهرباء بتاعتها زي ما بيقولوا. يعني انا في حتى في صوره فلاح في الفيديو كان بيتكلم بيقول ايه، بيقول ده كده الجهاز جاي من عند ربنا. بدل ما انا هروح اشتري الجهاز، الجهاز جاي من عند ربنا 25 سنه، يعني تخيلي حاجه. طيب انت قول لي كده، يعني حجم قد ايه، يديني ميه قد ايه؟ هي مش بالحجم، هي بتتحسب بقى بكميه الطاقه اللي انا بحملها. يعني في طبعا في انواع كتير قوي من الخلايا الشمسيه، في انواع غاليه وفي انواع رخيصه، دي بتعتمد على الكفاءه بتاعتها. كل ما بتزيد كفاءتها وحده المساحه بتطلع كميه طاقه اكبر. فعشان كده ايه، يعني مثلا احنا اضطرينا نستقطع من الارض. طبعا الصحراء عندنا ما فيش اكتر منها، يعني 96% من مصر صحراء. فانا كل اللي استقطعته عشان اشغل السيستم دوت في الصحراء دي حوالي 600 متر مربع. 600 متر مربع عنا من الجنريتور السولار جنريتور اللي بيطلع الكهرباء وبيشغل البمب. هي دي كل ما ساخسره في الموضوع. يعني طيب الموضوع دون الفكره الرائعه دي واقفه على ايه دلوقتي؟ واقفه على سبسيديز، دعم حكومي زي ما كل دول العالم عملت. نوع ايه الدعم ده؟ الدعم زي ما قلت لحضرتك، بدل ما يحط الدعم في طاقه في نوع، طبعا مصر بتدعم كل انواع الطاقه كل اشكالها، حتى الكهرباء بتاعت البيوت بتدعمها. احنا عايزين بس ناخد الدعم اللي بيروح للفلاحين دولت في صوره سولار، ان هو نبتدي ندعمه ونخليه يشتري السيستم دوت بدعم من الحكومه. بعد انا اعتقد ان لو شلنا الجزء من الاستهلاك دوت من السولار مثلا، اعتقد هيتوفر كويس قوي للسيارات، وهيتوفر لحاجات كتير قوي، وبالتالي او برضو من المصانع نفس القسم، اي مصنع من المصانع الكبيره ابتدي اعمل عمليه حاجه اسمها هايبرد سيستم. يعني ايه؟ اشيل جزء من احتياجاته اخليه هو اللي ينتجها بنفسه. انا مش عايز اقول لك انه كده بدل ما هو كان مستهلك للطاقه بقى هو منتج للطاقه. يعني انا كفلاح بدل ما كنت بقى معتمد على الدوله في ان انا استهلك الطاقه، بقيت انا منتج للطاقه بتاعتي زي ما موجود في دول العالم كتير جدا، كتير قوي من دول العالم ابتدت تشتغل، وكميات الشمس عندهم اقل من ثلث الكميه اللي عندنا. احنا عندنا من المنيا ومن جنوب المنيا ونازل كده لحد السودان اعلى نقطه اشعاع شمسي في العالم، مفيش حته في العالم اعلى مننا، مش من اعلى لكنها الاعلى على الاطلاق، وده طبعا ثابته تماما. يعني فاحنا تتخيلي حضرتك كميات الشمس الرهيبه دي اللي الناس كلها ماشيه متضايقه منها وحاطه شمسيه وعامله طاقيه، لا 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 دي فلوس بتقع عليك، فلوس واقع عليك واحنا مش حاسين بيها. بس برضو الخلايا الشمسيه مش عندنا، لازم تجينا من بره. ما انا قلت لحضرتك انا في خبر مفرح جدا، احنا عندنا الشمس بس ما عندناش خلايا شمسيه. احنا عندنا الرمل بتاع الشمس، عندنا الرمل اللي يعملها، والبيوريتي بتاعته بتوصل 99.7% موجوده في جنوب الوادي، في الوادي الجديد. تخيل حضرتك بيتاخد في صوره شويه تراب تسافر بره ملهاش ثمن، ترجع بملايين الدولارات. فخبر مفرح جدا انه هتبتدي وزاره الصناعه فعلا ابتدت تتفاوض، هتعمل في اظن في وادي التكنولوجيا في الاسماعيليه مصنع ضخم جدا لشركه المانيه تكاليفه 2.6 مليار دولار. اعتقد ده نتيجه انه ابتدت العين تيجي على مصر بعد الاتفاقيه اللي عملها الرئيس في الاخر مع الهند مع شركه تاتا، وهيبتدوا يشتغلوا هنا يعملوا مصنع برضه لانتاج الخلايا الشمسيه. فكله بقى ابتدى يلحق نفسه ياخد جزء من التورته، يجيب المعدات، تجيب المصانع. اعتقد دي يعني مصر اعتقد في الفتره اللي جايه اهم حاجه عندها الجرين جوبز اللي هي بيسموها الوظائف الخضراء. الوظائف الخضراء ان انا ابتدي اشتغل في الكلام ده، اطلع بقى
الشباب كله، انا مش عايز الشباب كله مش هيبقى له يعني ما فيش وقت عنده يشتغل يلعب. كل الشعب المصري مطالب انه يلم الشمس زي ما بيقولوا بقى، يلم الشمس في ازايز ونبتدي نبيعها للعالم. في مشروع ضخم جدا يعني اسمه مشروع ديزرتك، متخطط له اكتر من 30 سنه دلوقتي، اسمه ديزرتك. المفروض انه حاجه اسمها المينا او ميدل ايست النورث افريكا او ميدل ايست اللي هو الشرق الاوسط وشمال افريقيا، المفروض المنطقه دي كلها هتبتدي تنتج الطاقه لانها من اعلى مناطق انتاج الشعاع الشمسي في العالم، هتنتج الطاقه وتصدر لاوروبا. المفروض على 25 30 سنه انها تصدر في حدود من 25 ل 27% من الطاقه اللي محتاجاها اوروبا، لانه متوقع نضوب الطاقه شيء طبيعي. فهم دولت اعتقد ان هم حاطينهم حاطيننا في دماغهم انهم هيبتدوا نصدر لهم الطاقه، بس ايه طاقه شمسيه بقى ان شاء الله. التجربه دي عشان حضرتك تعملها كلفت قد ايه؟ التكلفه بتاعت التجربه دي طبعا دي بروتوتايب، يعني دي اول مره تتعمل، فتكلفه عدت ال 450 الف لحد 500 الف جنيه. لكن اعتقد ان احنا بنعمل مفاوضات مع شركات كتير قوي دلوقتي. طبعا التكنولوجيا الحمد لله ابتدت تبقى موجوده في كل مكان في العالم. الالمان كانوا ضاغطين علينا شويه وفاكرين ان هم يعني اللي هم ما فيش غيرهم في الدنيا. اعتقد الاسبان هيخشوا والايطاليين دلوقتي. ضاغطين علينا ازاي؟ مع التكنولوجيا بتاعتهم، ما هو عشان ياخد الباور ويحولها لطاقه تشغل الترومبه بالطريقه ديت بطريقه معينه ويخليها شبه منتظمه طول النهار، فكانت محتاجه نوع معين من التكنولوجيا بنسميه الام بي بي تي، او يعني مش عايز اطول طيب. في دلوقتي احنا بنتفاوض مع الناس دول هيخفضوا في الاسعار لحد 40 و45% من الاسعار الاصليه. فاعتقد السيستم ابو 500 الف جنيه دوت اعتقد انه هيبتدي ينزل ان شاء الله، يوصل قريب من 300 الف ان شاء الله باذن الله. احنا بنتمنى لك طبعا توفيق. بالنسبه انت دفعته اللي دفعتوه عشان تعملوا التجربه دي، مين مول التجربه؟ اللي مول التجربه الشركه صاحبه الارض اللي عندها مشكله في الجاز، مش عارفين يعملوا ايه. فناس فكرت بطريقه علميه شويه، قالوا هنجرب التجربه ديت وبعد كده نحاول نقلل في التكاليف. ففعلا الحمد لله التجربه اشتغلت وبعد مجهود كبير قوي قوي، لان برده ما كانش في مصر افراد مدربين انهم يشغلوا سيستم بهذا الحجم. الحمد لله وصلنا لنتائج كويسه واشتغلت وطلعت الميه، واعتقد انها شغاله دلوقتي بتضخ في الشبكه وهنطور فيها. وجابت يعني كنا متوقعين انها تجيب 86 متر مثلا مكعب في الساعه، هي بتجيب 1000، بتجيب في حدود 1000 1100 متر في الصيف ان شاء الله في اليوم. فكنا متوقعين انها بتجيب 86 متر مكعب في الساعه، جابت 92 حتى، واحنا في الشهر في من اسبوعين كانت برضو الدنيا احنا نعتبر في الشتاء يعني، فجابت 92 متر مكعب في الساعه. اعتقد ده رقم انا ما كنتش احلم بيه ابدا يعني، ولا حد يحلم بيه. دكتور احمد، المسؤولين يعني قد ايه استجاب يعني تجاوبهم ازاي مع مبادره حضرتك مع فكرتك مع التجربه؟ والله ما حدش فاضي يعني، هم مش فاضيين لنا خالص بصراحه. هم مش فاضيين لنا من زمان مش من دلوقتي. طبعا، وخصوصا دلوقتي. لكن اعتقد انهم لازم يفضوا يعني، لازم يفوقوا وياخدوا بالهم. طب امال انت بتعمل ايه يعني، هتتصرف ازاي من غير مسؤولين؟ اعتقد ان الضغط الاعلامي اليومين اللي فاتوا على اللي اتسلط على الموضوع دوت، كل الجرايد كتبت عليه، كل النت، كل وكالات الانباء نقلتها، العالم العربي كله اتصل يهنينا يعني. ناس من اليمن اتصلوا ويقولوا تلحقنا يعني، واضح ان كان في ضغط اعلامي. التعامل مش مختلف، لازم الحاجه الاول تتشهر وتبقى شاف. متشافه وبره يبقوا مهتمين بيها، وبعدين هنا ناخد احنا بقى بس بعد ايه بقى؟ بعد ما يكون فات الاوان. لا احنا يعني اعتقد ان المره دي انا شايف في ضغط جماهيري كبير قوي، الناس كلها ناويه تخش في الموضوع، بس دايما يصطدم بحته ايه، حته المبلغ الكبير. المبلغ الكبير بس هي الحقيقه هو لو بص للمبلغ نفسه، لو تخيلت انك انت بعد سنتين لثلاث سنين هتجيب التكاليف بتاعتها وتقعد بعد كده 23 سنه تطلع كهرباء. يعني هو الفكره في ايه؟ ان هو ممكن يقول لك انا مش لاقي اكل الناس دلوقتي هعمل ايه؟ بس في حاجه، ما انت مش لاقي تاكل الناس، فبتحط الدعم ده في الطاقه، خفف الدعم عن الطاقه وابتدي ادعم المنتجات ديت في صوره ان البنوك تدي قروض، بدل ما عماله تدي قروض لحاجات مالهاش لازمه زي سلع استهلاكيه وسيارات وكده. لا، وجه دلوقتي، لازم في توجيه سياسي، لازم يحصل توجيه سياسي للناس المسؤولين عن الائتمان، ابتدوا توجهوا ناحيه هذا الموضوع وابتدوا يضغطوا على الشركات تجيب اسعار اقل. لا، وبعدين احنا بنفكر في حاجه، احنا عملنا جمعيه اسمها جمعيه مصر الطاقه الخضراء، جمعيه اهليه. دلوقتي الناس لما الحمد لله نجحت التجربه، الناس ضاغطين علينا انهم يعملوا تجمع نسميه الطاقه من اجل الزراعه. التجمع دوت الناس دي هتتجمع ويبتدوا هم يستوردوا الخلايا الشمسيه والنظام عشان نقلل التكاليف والاقل قدر ممكن. حضرتك بتتكلم في تفاؤل كده، وانا طبعا عارفه ان انت مبسوط بالتجربه بتاعتك انها نجحت، بس يعني مفيش لحظات كده بتقول
فيش اكتر من المبادرات وبتدفن كلها لغايه بقى ما يعني واحده فيهم يعني يبقى حظها كويس والمسؤولين يبصوا لها. ما اعتقدش ان دي هتدفن ابدا ان شاء الله. لا مش هتنفع يعني ما ينفعش انها تدفن لانه لا ان شاء الله ما تدفن. لان لا لا كمان لا اصل الحاجه ليها اليومين دول في اشد الحاجه اليها من اقل مفلاح لاكبر واحد. احنا بنتمنى لك كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا بهذه الفكره النهارده. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد حجازي الاستاذ بهيئه الطاقه الذريه وصاحب هذه المبادره. اشكرك جزيلا الشكر. مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي مره اخرى ونتحدث عن النائب العام.